مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدكم مع النشرة الجوية الخاصة بالملاحة البحرية. الرياح ما زالت نشيطة على مجالاتنا البحرية، وفي هذا الإطار نذكركم بوجود إعلان برياح قوية ساري المفعول لمدة 24 ساعة بداية من يوم الأمس على الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي، ويهم كافة المناطق حيث تهب الرياح من القطاع الغربي قوة 7 إلى 8 مسلا بفار، الماء يعادل 28 إلى 40 عقدة. من المتوقع أن يتواصل أو أن يمدد هذا الإعلان إلى غاية يوم غد على الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث تتواصل الرياح من القطاع الغربي شمالية غربية لكن تصبح قوة 7 مسلا بفار، الماء يعادل 28 إلى 33 عقدة، وذلك نتيجة لتمركز مرتفع للضغط الجوي على الجزائر، ثم يمتد تدريجيا على كامل غرب البحر الأبيض المتوسط، مما يساهم في تسيير رياح قوية على مناطقنا. هذا الصباح كانت السماء عامة مغشاة بسحب كثيفة بشمال تونس مفوقة ببعض الأمطار، أما بباقي المجالات فبعض السحب العابرة مرفوقة ببعض الأمطار كذلك خاصة بشرق تونس. تطور الوضع الجوي لما بعد ظهر بالنسبة لحالة الطقس، أمطار متفرقة بشمال تونس كذلك محليا بشرق تونس، بعض السحب بالنسبة لخليج قابس، والريح تتواصل شمالية غربية ما بين 25-30 بشمال تونس، البحر هائش فشديد الاضطراب، بشرق تونس ما بين 25-35 والبحر شديد الاضطراب، أما بخليج قابس فما بين 25-30 والبحر شديد الاضطراب، أما رؤية فتكون متوسطة أو ضعيفة إلى متوسطة خاصة بشمال تونس. هذه الليلة سحب أحيانا كثيفة، بعض أو بقايا أمطار بشمال تونس، أما بباقي المجالات فبعض السحب. بالنسبة للريح تتواصل من القطاع الغربي غربية شمالية غربية ما بين 20-30 بشمال تونس والبحر يصبح شديد الاضطراب، بشرق تونس ما بين 25-30 والبحر شديد الاضطراب، أما بخليج قابس ما بين 20 إلى 30 عقدة والبحر شديد الاضطراب. بالنسبة للرؤية تكون في البداية متوسطة وتتقلص خاصة بالمناطق الشرقية. تطور الوضع الجوي ليوم غد إن شاء الله، سحب عابرة بأغلب مجالاتنا البحرية، الرياح تتواصل من القطاع الشمالي شمالية شمالية غربية ما بين 15-25 تصل مؤقتا في الصباح 30 عقدة بشمال تونس والبحر يصبح مضطرب، أما بشرق تونس فما بين 25-30 في الصباح ثم تتقلص تدريجيا 15-25 البحر شديد الاضطراب ثم يصبح تدريجيا مضطرب، أما رؤية فتتحسن. بمنطقتي الشابة وجربة تهب الريح شمالية غربية في البداية أو في الصباح ما بين 25-30 لكنها تتقلص فعاليتها 15-25 عقدة، البحر شديد الاضطراب تدريجيا مضطرب والرؤية تكون متوسطة إلى جيدة. التوقع بالنسبة نمر الآن لحركتي المادة والجزر، بمينا صفاقس 28 سنتيمتر متوقع على الساعة 10 ليلا و24 دقيقة، ومتر 78 سنتيمتر متوقع على الساعة 4 صباحا و28 دقيقة، بمينا قابس 56 سنتيمتر متوقع على الساعة 10 ليلا و33 دقيقة، و221 سنتيمتر متوقع على الساعة 4 صباحا و42 دقيقة، أما بمينا جرجيس 21 سنتيمتر متوقع على الساعة 10 ليلا و 22 دقيقة، ومتر وثلاثة سنتيمترات متوقع الساعة 4 صباحا و 31 دقيقة. هذا كل ما لدينا لهذه النشرة، نوفيكم في النشرة القادمة بآخر التطورات. لمزيد المعلومات يمكنكم الاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي عن طريق العناوين الظاهرة أمامكم على الشاشة. إلى اللقاء.